زمن كورونا. كان السيد كريم بناني رئيس الجمعيه، كانت الاستاذه لطيفه قندوز الى جانبنا، كان السي الاخ اللي مكلف بالقاعه ديال دار الحكام سي محمد، يعني كان جندي من الجنود المجنده معنا واللي كان عندنا دور كبير في انجاز هذا العمل هذا. تنشكر السي عبد اللطيف المشرف على هذه القاعه هذه اللي كان دائما في هذه الايام الى جانبنا باش اننا نحضروا لهذا العرض هذا. شكرا. تنطلب من اي واحد شارك في العمل ديال الكنز يلتحق بينا. فيلم الكنز هو يعني تجسيد للتعايش ما بين المغاربه اليهود والمسلمين اليهود في اطار وفي قالب كوميدي. بطولة طريق البخاري، سكينة درابيل، محمد الحوطي، جمال لبابسي، فاطمة بوجو، وناصر المدغري، ومجموعة من الممثلين البارزين على الساحة. فيلم الكنز جات الفكرة في 2017، ومن بعد 2018 بدينا الاستعدادات وصورنا في شهر 10 2020. من محاسن الصدف أنه مباشرة من بعد المونتاج ديال الفيلم يعني كان الإعلان ديال صاحب الجلالة على أن المغرب سيعيد فتح علاقته مع دولة إسرائيل، وجاء الإعلان ديال دولة أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية جاء إعلانها باعترافها بالصحراء وبأنها غادي تفتح قنصلية في المدينة. سعيدة وفخورة بالمشاركة في فيلم الكنز، الفيلم اللي صورناه في أجواء كورونا. كنعرفوا بلي أجواء كورونا كانت كلها خوف، ولكن بفضل المخرج عمر غفران وكل الفريق التقني والفني دوزنا أيام رائعة ونسينا فيها كورونا وركزنا فيها غير على العمل وممارسة ما نعشق القيام به دائما. فيلم الكنز كنشجعكم باش تجيو تشاهدوه اليوم العرض ما قبل الأول. فيلم كوميدي يعني، وحنا كنعرفوا بلي سيغتو في هذه الأيام هذه الناس محتاجين يجيو يتفرجوا ويضحكوا شي شويه. اجيو تشوفوا فيلم الكنز، انا متاكده غادي تتفرجوا غادي تتمتعوا، وفي نفس الوقت الفائده كاينه لانه كيحمل واحد الرساله مهمه للمجتمع المغربي، هي رساله التعايش ما بين الاديان، ما بين المسلمين وما بين شفيق بسبس ممثل مسرحي وسينمائي مشارك في فيلم الكنز في دور بسيط جدا، ولكن فيلم بصفه عامه كيهضر على التعايش ديال الثقافات ما بين جميع ثقافات العالم، وخرجت في هذه الكونسيدونس. ولكن هذا الشيء كان بكري في العقلانة مثلا من عهد محمد الخامس مرورا بالعهد ديال الحسن الثاني الى الان العهد ديال محمد السادس، وفي الدار في هذا المومون هذا قبل ما يوقع حتى شي حاجه وجاي هكا. والثقافه التعايش ديال الثقافات كان في المغاربه من بكري ماشي عاد، وكنظن اللي بغى يفهم هذا التعايش هذا ويتعايش معه اكثر سينمائيا خصو ضروري يشوف الفيلم الكنز. فيلم الكنز من انتاج واخراج عمر غفران. ممثل مغربي سعيد جدا اني كنتواجد في هذا العرض اللي هو نقدروا نسميوه عرض تجريبي للفيلم الكنز، اخراج ديال الاخ والاستاذ الصديق السي عمر غفران. هذا فيلم اللي شاركت فيه من خلال دور ديال عبد الرحيم الاخ ديال الكنزه. هاد البنت اللي هي جات من الباديه وبغات تستقر مع الاخت ديالها اللي هي الاخت ديالي طبعا في المدينه، وانه اللي وقع انها تلاقات مع واحد الشاب اللي هو يهودي الاسم ديالو جاد، عند هو صديق تاع الجيران، وكتعرف ان التعايش ديال اليهود كان من زمان مع في المغرب، هما يهود مغاربه. انا الولي ديالها هي ملك جاني بطا وما فاش لي خوتي عرفت فين زاد واللي قلت عم الله فينا وفرا جاز وكان شفت مع شركه
شفنا الفيلم دابا وشفنا الدور ديالك، بغيناك تنور المشاهدين عندنا في مدينه القنيطره وفي الجهه ديال القنيطره على الدور ديالك في الفيلم الكنز. هو الدور ديالي في فيلم الكنز هو الدور جاد اللي مغربي يهودي كيرجع للبلاد ديالو باش كيقلب على الكنز ديال جدو، وتوقعوا ليه احداث طريفه واحداث دراميه، وفيلم يعني فيلم انساني يعني كيتكلم على قصه انسانيه، قصه حب في الفيلم، قصه ديال العيش ديالو مع الناس هنا في بلادو في الاصل ديال جدودو، داكشي هادشي اللي كاين. تبارك الله عليك. شكرا. التمثيل المغربي في مدينه سلا، التمثيل المغربي في طبيعه الحال، يعني اشتغلت واحد المجموعه ديال الاعمال يعني عالميه، مسلسلات سوريه، مسلسلات مغربيه، افلام مغربيه، يعني كاينه حموله يعني فنيه على هذا المستوى هذا. بالنسبه للعمل ديالي اللي شفنا اليوم ديال فيلم الكنز، هو العنوان يحيلنا الى كنز، فعلا الى كنز، وهذا الكنز يتمثل في ذلك التعايش ما بين المغاربه واليهود، يعني منذ مئات السنين يعني تحت حماية المغفور له جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله، يدخل في إطار الكوميديا اللطيفة البسيطة التي يمكن أن يشاهدها يعني الجميع، يعني العائلات وكذا و المشاركة ديالي كانت يعني بسيطة، إن كانت يعني مشاركة بسيطة ولكن في حد لها وقع داخل العمل، وهو كان الافتتاح والبداية في العمل، وهو كوميسير أو عميد شرطة اللي كيفصل ما بين سائق تاكسي اللي هو مغربي ويهودي مغربي قادم من إسرائيل إلى المغرب ليحيي الرحم في أحد رياضات أجداده، ليبحث عن كنز معين داخل ذلك الرياض، وهنا تبدا عمليه يعني البحث، وهناك كتجي واحد المجموعه ديال العلاقات الانسانيه بين اليهود والمغاربه. نتمنى على الله ان شاء الله بحول الله يشاهدوه المغاربه ويعجبهم وحتى اليهود رب، ولما لا نتمنى التوفيق ان شاء الله لهذا العمل. تنور الجمهور بهذا الدور ديالك في الفيلم ديال الكنز. اولا شكرا علي قراوي ممثل. بالنسبه للدور ديالي في فيلم الكنز هو دور ديال واحد التاجر يهودي امبرا بازاريست اللي بقى هنا في المغرب، عايش مع المغاربه يعني حياه عاديه، وكيبيع ويشري بحالو بحال جميع التجار المغاربه، واللي عنده صله بالبطل ديال الفيلم اللي هو كذلك يهودي اللي كيجي من بلد اخر باش كيبحث على الكنز ديال الجدود ديالو، يعني عنده صله قرابه. هذا بالنسبه للدور. بالنسبه لفيلم الكنز اللي يمكن لي نقول عليه هو انه فيلم يعني اللي تصاوب قبل التطورات اللي عرفها المغرب في هذه المده الاخيره، ولكنه كان فيلما استشرافيا، فيلما يعبر على الشعور الجماعي للأمة المغربية، واعتبار المكون اليهودي المغربي مكون من المكونات الوطنية إلى الجانب العربي والأمازيغي والحساني. وبهذه الصفة هذه فيلم الكنز في كوميديته الخفيفة تعبر على مرحلة، ما غنقولش مرحلة جديدة لأن هي مرحلة كانت دائما، ولكن مرحلة تربط الماضي بالحاضر في المغرب الآن. أكيد. تحياتي لك فنان ديالنا، وشكرا وجزيل الشكر وألف تحية وتقدير. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.